نروح مع حضراتكم شرم الشيخ اللي هتستضيف الدورة السادسة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية واللي هيعقد يوم 28 و29 سبتمبر اللي جاي. المؤتمر ده بيعتبر أول ملتقى عربي في منطقة الشرق الأوسط لتبادل التجارب والمعلومات والخبرات بين المهتمين بمجال الحماية الاجتماعية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون أستاذ محمد سعودي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير محمد. يا اهلا بحضرتك. ازاي استعدت الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي لهذا المؤتمر؟ طبعا هو في البدايه اسمح لي اوضح بس ان طبعا موضوع التامينات الاجتماعيه ده موضوع مهم وموضوع يعتبر نوع من انواع الحمايه الاجتماعيه والامن الاجتماعي بالنسبه للمواطنين بصفه عامه. فضول دول مصر من الدول الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي لأن نظامها من أفضل الأنظمة اللي موجودة، فكان يجب عليها إن هي تبقى في ضوء تجربة الإصلاح اللي قامت بيها في سنة 2019 إن هي تشارك الإخوة العرب في تجربة الإصلاح اللي قامت بيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 2019، لأن أغلب أنظمة العربية مستقاة من النظام المصري. فطبعا اهم شيء بالنسبه للعالم العربي ان يتعرف على التجربه المصريه ومصر تتعرف على التجارب اللي موجوده من الدول العربيه او الموجوده في الدول العربيه في شتى المجالات. فعشان كده المؤتمر ده بيهدف لتبادل الخبرات، وهيناقش في المؤتمر طبعا هو بيشارك فيه يعني زي ما بيقولوا نخبه من العاملين في مجال التأمين الاجتماعي ومنظمات دولية سواء البنك الدولي أو منظمة التعاون الاقتصادي وبنك التنمية الإسلامي وصناديق المعاشات في العالم العربي والدول الأجنبية. والمؤتمر بيقام تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين. المؤتمر من اهم الموضوعات اللي بنناقشها التحديات والاختلافات الممكنه للاستدامه الماليه للمعاشات التقاعديه في العالم العربي. طبعا حضرتك طيب استاذ محمد، يمكن الدوله المصريه تقريبا بتصرف 300 مليار سنويا تامينات، من خلال هذه المؤتمرات وغيرها من الاجراءات كيف يعني نضمن استدامه هذا؟ طبعا هو العامل الاساسي في عمليه الاستدامه اللي هو زي ما بيقولوا استثمار اموال التامين الاجتماعي. كل ما كانت في مجالات للاستثمار كل ما كانت في استدامه للنظام. صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان دايما يبقى في دراسات اكتواريه عشان نعرف الفروض الاكتواريه ومتوسط الاعمار والتركيبه السكنيه شكلها ايه ومتوسط يعني زي ما بيقولوا نسبة الإناث للذكور قد إيه ونسبة التغطية التأمينية تكون قد إيه. عشان كده من ضمن الموضوعات اللي بيبقى طرحها المؤتمر موضوع الاستثمار، وبالذات في ظل بعد أزمة كورونا وبعد كمان الحرب أو في ظل الحرب الأوكرانية أو الحرب العالمية اللي موجودة في أوروبا أو الحرب الأوروبية. أنا بعتبرها نوع من أنواع الحرب العالمية لحضرتك. فده ضمن الحاجات اللي المؤتمر بنعيشها. طبعا الفروض الاكتواريه وبرضه موضوع الاستثمار ده دور مهم جدا، وبرضه على الجائحه بتاعت كورونا واثارها وان العالم قفل وكانت في عمليه تباعد وكانت الناس بتيجي تطلب الخدمه، فدور الرقمنه واهميتها ومنصات التكنولوجيا والمعلومات واهميتها في عمل انظمه التامين الاجتماعي. وطبعا حضرتك في حاجه اسمها موضوع من ضمن الموضوعات المطروحه المهمه جدا حاجه اسمها التغطيه التامينيه. التغطيه التامينيه دي اللي بتعني الشمول التاميني اللي هو بيساعد على انخراط او تغطيه فئات ان الانظمه بتبقاش عارفه بمعنى صح توصل لها. بنشوف التجارب بتاعت كل دوله من الدول دي بحيث ان احنا نوصل للاسلوب الامثل للتغطيه التامينيه للفئات دي. طيب حضرتك قلت انه التجربه المصريه هتكون مطروحه خلال هذا المؤتمر، لو حضرتك تطلعنا على اهم المحاور اللي هيتم طرحها في هذه التجربه. هو
وطبعا حضرتك احنا كان عندنا التجربه المصريه، كان عندنا موضوع التشابك المالي ما بين الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي ووزاره الماليه. فمن اهم المحاور اللي قايم عليها الاصلاح التاميني في مصر موضوع فض التشابك، اللي هو اغلب الانظمه تبقى في تشابك ما بينها وما بين الوزارات الماليه الموجوده في بلادها او ما بينها وما بين الدوله بتاعتها. فالتجربه المصريه تعتبر تجربه فريده في عمليه فض التشابك. صحيح حضرتك. الحاجه الثانيه برضو ان احنا نظام التامين الاجتماعي انتهج نهج جديد في موضوع التامين على العماله غير المنتظمه، بان جعل الدوله او النظام يتحمل حصه صاحب العمل، زي ما حضرتكم عارفين ان كل واحد مؤمن عليه بيبقى في حصتين، حصه هو بيدفعها وحصه بيدفعها. صحيح يا استاذ محمد، وهي تجربه زي ما حضرتك قلت التجربه المصريه تجربه مهمه ويجب انها تكون مطروحه في هذا المؤتمر. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد سعودي، نائب رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي.